بتشتغل ازاي؟ ابي عايز ايه؟ ابي فوق الشجرة. اللهم يجيبك يا صبر. انا عايز فلوس يابا. هو انت ما بتشبعش فلوس؟ فلوس مش ليا يابا. امال لمين؟ جارنا ابو محمد مات من نص ساعة. جارنا ابو محمد مات؟ ايوه يابا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا ابو محمد. الله يرحمك يا صاحبي. اديني فلوس وابكي واحزن للصبح. وايه دخل الفلوس بموت جارنا ابو محمد؟ يابا ما انت عارف مصاريف دفن وجنازة واللازم منه. معاك حق، لازم نقف جنب اهل بيته. تعال. طبعا يابا ده واجبنا. خد الفلوس دي معناها تعز عليا. هات يابا هات وبقرا له الفاتحة. طبعا حقرا له الفاتحة، انت صاحبي وحبيبي وعز عليا قوي. يا ابو محمد الله يرحمك يا اخويا. بس جارنا ابو محمد مات من سنتين.